كل ما الجرح ينس خطوتنا الأرض بتهز والنجم انطلع كل ما الليل بعد مولاح يقلب بإيدينا سلاح جولتنا للشام جناح ونخوتنا رحالة نحن نحن رجال اللي لشوف وين صرنا. الحقيقة ما طلعت هي يا زعيم. ليش شفتها؟ رحت لعنده على البيت طلع لي ابنه. أم طلبتها منه بطريقتي. ولما جابها طلعت مو هي. طلعت وحدة من جرار أبو حاتم اللي مصنعها بتشبهها. كساب الصلاة على النبي. ما زالنا ماسكين طرف الخيط. فبإذن الله أكيد رح نلاقيها. أنت ريح لي حالك وخلي أملك بالله كبير. وترك الشغل علي، أنا رح أتصرف فيها اليومين. عقيد مور زعيم، أنت بشو عم تميزها للجرة عن غيرها من الجرار؟ هي مكسورة من تمها وهي شقفتها، إذا طبقت عليها بتكون هي. وين لقيتها الشقفة هي؟ لما كنت عم دور على الجرة أول مرة يبدو زهرية الله يصلحها وهي عم بتطالعها كاسرتها من تمها، وأنا لقيت هاي الشقفة محل ما كنت مخبيها. عطيني هالشقفة لإلك بإذن الله، هاي دليل كبير بإنه رح نلاقيها. بس زعيم. بس شو؟ بدي إياك توافقني على قصة. تفضل. شو هي؟ الحقيقة زعيم أنا نويت بيع بيتي حط حقه تحت تصرفك.
لربما احتشي مشان الرجال. عقيد وكل الله، ودارك ما بتطلع منها طول ما أنا موجود، وربك أكيد رح يحلها يا رب. تصبحي على خير. شو بنا ابن عمي هيك ولا كلمة؟ يو شلون الببو؟ ببوس ايدك تقبرني. ايها ايه والله صار لك زمان ما سألتني على الببو. ما تأخذيني بنت عمي، والله انا اشغالي كثيرة بتعرفي. لك روح الله يعطيك العافية. ايه والله انت يا فتحية لازم ما تتعبي حالك ابنو. ايه ما صدقنا رح يصير عنا ببو، لذلك أنا لازم جيب لك وحدة تساعدك. يعني أمي ليش ما عاد تجيت لعنا؟ عم أفكر أحكي معها خليها تجي هي، يا ما تبعت حدا من إخواتي البنات يساعدوكي. لا ابن عمي ببوس إيدك تركني من مرت عمي. أوف ليش بقى؟ لك يا ابن عمي مرت عمي صارت مرة كبيرة ويا دوبة تقوم بحالة، بعدين أنا لساتني بالشهر الثالث ولسا قدراني أقوم بشغل البيت كله، يعني بكير على ولادتي. بعدين ابن عمي أنا قصرت معك بشي؟ لا أنت ما قصرتي بشي، بس نحن عم نحكي من شان سلامة الببو، معناته أنا لازم اتزوز لي شي وحدة من شان تجي تساعدك، يعني منه بتساعدك ومنه منستر عليها مين ما كانت تكون. لك يا حبيبي يا أبو عبدو يا عيوني، يعني أنا مالي ضد إنك أنت تتجوز، بس أنا بخاف على سمعتك تقبرني. شلون يعني؟ يعني يا ابن عمي أنا بخاف يحكوا عليك بالحارة ويقولوا شو هالأبو عبدو هذا كل يوم بتجوز وبيطلق، أشوف هذا جارنا أبو حدو من يوم ما أخذ الزوزية ما تجوز عليها. لا جيبي لي سيرته بنوب لهذا النس أبو حدو، ليش هذاك زلمة أكيد بخاف من مرته. بالعكس. شو بتقصدي وليش؟ شو يعني بالعكس؟ يعني أنا بخاف منك؟ وينك يا عشاق؟ وينك يا عشاق؟ ايه؟ ليش هيك قاعدة شاردة وصافنة وكأنه هموم الدنيا كلها فوق راسك؟ لا حبيبي ما في شيء، بس كنت عم فكر كيف بدي اقدر اعيش 100 سنة. شو هاد؟ بدك تعيشي 100 سنة انت؟ ايه. مشان شو بدك تعيشي 100 سنة؟ هيك عم بعيش 100 سنة. ممكن اسألك سؤال؟ تفضل. انت بتحبي الدخان شي؟ لا. بتحبي الرقص والسهر وهالفقش هذا؟ لا. بتحبي تسلق الجبال شي؟ كمان لا. مشان شو بدك تعيشي 100 سنة؟ قولي هذا ابو زغلول، قولي شو كان وخايمي معقول هيك؟ ايه تعال شوف هالقرف والوساخة هاي. والله يا مو هاد العفش اللي تاركنا يا كله بده كب. ايه والله يا مو شو هالعفش مهتري ومن ايام جدي وستي. هذا العفش بدنا نكبه برا ونحط عفشنا ونجيب كم قطعة كمان. اوف بس الدار واسعة ولايك لكم فكرة، انا بزبطها. لك شو بدك تزبط لحتى تزبط؟ يخرب بيته هالأبو زغلوش ونصاب، لك الحيطان كلها محفرة والفيران عم تلعب فيها لعب، لازم تسكر كل هالبخاويش. يا ما تركينا من هالسيرة، قوم لنساوي لنا لقمة أكل، والله جانا. معك حق، يلا بكفينا شغل اليوم، قوموا خلينا كلنا لقمة، بعدين منكمل الشغل على مهلنا وشوي شوي. بس على شرط، من بكرة بتكب لي كل هالقرف برا. إيه مو على عيني، تأمري أمر. ما بيصير إلا اللي بيرضيك يا أم طلعت. الله لا يوفقك يا أبو عبدو.
زعيم. يا حكيم والله راح يجنني هالعقيد انا راح يطير لي عقلي معقول الى هلا ما رجع الجره اي والله غريبه شو بده بالجره العقيد معقول يكون حس انه لا 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 اكيد ما حس شو بده لانه اذا حس ممكن لا لا على ام على ام لا يا امي قام شبك يا بيش عنك ساوي لا لقد أول بقى لقيت التخبيص الثانية يا بي نعم قلبي صار بين رجلي خرب بيتك يا كر ليش عم تضحك ولا كر لك حاش تضحك يا بي لأن شيخ الكتاب قلنا أنه الكر بيكون ابن الحمار لا 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 شوف لي هالعدسات زعيم زراف ونخب اول ممتازين عبي لي منه جره كامله اذا في عندك جره جديده كمان عبي لي اياها مشان اهديه لعيلة مستوره مو على عيني يا زعيم عندي جره اشتريتها من عند ابو حاتم لساتها على امها جديده طخ راح اعبي العدسات بقلبها لكان عبي لي التنتين وبعث لي اياهم مو على عيني يا زعيم يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على راسي يا زعيم. جرة جديدة وعيلة مستورة. ايه؟ شو هالأبو فهد هاد زينة ترجع للحارة والله الله حيك أبو فهد. شو بكي؟ ليش مبوز ما خير؟ لك أنا بس بدي أفهم شو قصة إخواتك معي؟ ابن عمي أنت لازم تلاقي لهم حلة يا أما خلينا نروح نسكن ببيت لحالنا ونخلص بقى ليش شبهون إخواتي؟ شو شبهون ابن عمي؟ كل ما أغسل الغسيل يكبوا لي مي وسخة على الغسيل تفضل شوف شو هالحكي؟ أكيد شو قصدك ابن عمي؟ أنا كذابة؟ لك لا يا فريال بس يعني ليش لحتى إخواتي يعملوا هيك؟ بعدين شو عرفك إنه إخواتي هن اللي يعملوا هيك؟ بالله ابن عمي هي مو أول مرة بيعملوها فين هي ثالث مرة ثالث مرة؟ إيه يا سعاد يا نوال نعم اخي ليش هيك عم تعيط صحيح انكم عم تكبوا مي وسخه على غسيل فريال يا معقول هالحكي لك اخي مستحيل مستحيل لك اخي معقول هالحكي ليش نحن مو مربيين لنعمل هيك شيء لك اخي لا حبيبتي التربايه واضحه شو قصدك قصدك شو لا قوي انت بتعرفي كثير منيح شو قصدي ليكي فريال بلا طول لسانها احسن لك انا طويله لسان يا ايه. نص لسان لك خلصتوا ما بدي اسمع ولا صوتها حتى انا ابن عمي انت لا فريال يعني انت شو دخلك لك شو اخي هالحكي قلنا قلنا هالحكي اخي لا 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 كمان انتو شو دخلكم اي والله ماني قاعده بهالبيت ولا ثانيه الدرب يسد ما يرد فريال لوين رايحه مو انت اللي قلت ضرب يسد ما يرد يعني روح لوين ما بدي فكرتك رايحه لقرني تاني لك من الله يا محسني سدوا علينا ما تريك واحد والله انت بتجوز عليك الحسنة والله بس هات لنشوف زوزية إذا تاركة شي بالشراويل ما بتترك شي والله حظك حلو في مثليك ليكو عم يرن رن هات لشوف هون لهون لا أيوة لهون خلص طبق عليه من سامو يا أختي أختي ليش هالصوت التخين كله بتقلي أختي إذا بدي إلي أخي سامو يا أخي لحتكشفني النوالي أعمى ومال شحة
آه كلام منطقي. كيف؟ إلك اثنين من الجوع على العملة، شلون مرتها؟ يا مسعدك خيرية ما طلعت تيرية عدس عدس خي خيرية تا 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 شوفي شوفي فتت مستعجل واخذ الجره وطالع لوين رايح شوفي لك لا ما في شيء برتي شوفي بس الزعيم مر لعندي على الدكان وقال بده يهدي عيله مستوره جره مليانه يعني عدس بما انه الزعيم مر لعندي فلازم بيض شيء معه شو بدي اعطيه هي الجره هي الجره بالذات ما في تطلع برات البيت يا ربي يا ربي خلص خيريه بكره بجيب لك واحده جديده مثلها شي مو عاجبني ليش الزعيم بده هي الجرة السلام عليكم ديبو اهلين ابو عبدو اخ دقيقة دقيقة يا ديبو دقيقة لخير شباب ابو عبدو ضرسي ضرسي عم يوجعني يا ديبو يا ده يا بي من كتر النسوان خلتك خرطي لك من امتى انت لك ابو عبدو بيجعك ضرسك وبتقول اخ اه من امتى لك اخ يا ريتك وحلي يا ديبو لحتى تحس بوجعي شو مفكرني يا بي مالي اسنان لحتى ما احس بوجعك لك ديبو انت صحيح حكيم وبتحكم العالم بس ما بيجعك ضرسك لك شلون ما بيجعني ضرسي انا يا ما واجعني ضرسي لك ابو عبدو ولما بيجعك شو بتعمل لحتى يصح بسيطه شغلته بروح لعند مرتي وينك بقدحها بوسه بقوم بطيب من شان الله ديبو دلني عليها خليني روح بوسه بدك شي يا هون؟ لوين رايح؟ بدي اطلع حارة شوي اقعد مع رفقاتي يا مو لا تطول لاني عم اعمل لكم غدا وغدا اليوم مو مطول اي ماشي يا مو بس شو عم تطبخي؟ مالك شايفني عامله فورق علي اي طيبة هالاكله بس يا لطيف شو متعبه وبتاخذ وقت وبدها شغل كثير ايش بدنا نساوي لك يا ماما بدنا نطعم لكم انت وابوك بلا يا مو يا مو هلا انت شو شعورك لما انت كل النهار قاعده عم تطبخي وتلفي ورق عنب واخر شيء بنجي انا وابي بخمس دقائق بناكلون وبنصفق صفل الطنجره يا مو مثل شعور ابوك لما قعد طول عمره جمع لي بهالمهر وجعطاني اياها رحت انا على السوق بخمس دقائق حطيتهم واجيت شو عم تحكي ولك طرطور؟ عيد لشو؟ شغلت لي بالي في جرة ضايعة من عقيد حارة السبع والعقيد والزعيم لا عم بيكلوا ولا عم بيملون عم يدوروا عليها ايوه وجرة شو هاي؟ هلا عم بيقولوا انه هي كانت لأبوه للعقيد بس انا الحديث كله مو خارط مشطي ايه وانت برايك شو في هاي الجرة فشل؟ فشل اكتر من هيك بكتير شر الدهب انا حبيت خبرك بس انا برايي الضبط بالسيره هلا بما شمشم لك اخبار ابري عليك وانا من طرفي بدي احاول كمان شمشم الاخبار بس اذا كانت جره الدهب لا يا طرطور اللي بيلاقي الجره بيتقاسمها مع الثاني
وهون حفرنا وهون طمرنا، بس على شرطها. شرط شو؟ شرط انه هاي القصة تضل بيني وبينها. وإلا أختك ما رح تعرف وين أراضيك. لا يا أبو نوزاد، أنا من إيدك هاي لإيدك هاي. معقول نقلي مع الحكومة؟ حكومة أنتو. نانو. نعم سيدي. خدوا عن نزارة. شو نزارة أبو نوزاد؟ لقيمات واخذني أخدي على لساني. خدوا وصلوا الطرطور للباب. هذا الطرطور غالي علينا، غالي. لك لا، والأنكة من هيك كل واحدة بتشوفيها بتقلك أنا بزمناتي إجاني 20 و30 عريس، شي زعيم الحارة الفلانية، شي عقيد الحارة الفلانية، شي مطبب الحارة الفلانية. وطب غم بتلاقيها تجوزت ابن عم الحشاش اللي مقضي كل حياته بالسجن. ايه تقبريني، انا لازم امشي قبل ما يجي سبع البرمبة تبعك. لك لا خيرية، خليكي والله لسه بكير. ايه على قطعتك ما بينشبع منك. ايه تقبري قلبي. ليك حبيبتي انتي شدي لي همتك وشوفي امتى بيكون وقتك مناسب مشان خبرها ومنقعد قعدة طويلة. ماشي خلص، معناها انا رح اشوف شلون بدي زبط اموري وببعت لك خبر مع شي ولد بالحارة مشان تقلي لها لبدرية والتقى فيها عندك. معناها اتفقنا. وينك فتحية؟ فتحي لي مخك منيح، أنا بقيت لك البحصة وحكيت لك كل شيء، بس مو تروحي تعلقيني مع أم لسان طويل وتقلي لأنه خبرتك عن حبلها الكذابي. لك يوي على قطعتك، أنت الثانية أنا بعملها، خلص سرك كبير، روحي تقبل. سرنا. أي حاضر. يلا بخاطرك، خليكي خليكي معي بهيبة. الله معك. اسلم لي ابو رياء. نعم. لك عم قول لحالي ليش بتحب حمارك وبتدلله وبتقله يا عيني ويقبشني ويسلم لي. هلا عرفت شو الحقيقه. ليه؟ هذا يا سيدي انا وسعده حبينا نختبر هالحمار هذا، امنا عجبنا سطل مي وسطل شاي وحطيناهن جنب الحمار. يا حزرك شو اختار الحمار؟ شو نقى الحمار؟ هات لشوف. ها ها، هذا يا سيدي اطلع بالميات ورفع أدانه، واطلع بالشايات ورفع أدانه، قام اختار الميات وترك الشايات لأنه عرف إنه الشاي بيعمل عصبي وما بينوم. مزبوط، حتى تعرف إنه حماري بيعرف طعم تمه. يخليلي يا برياح، بس الله يحل حمارك عن قهوتي ولا امين لانه قطع رزي. خليلي يا شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ ما بدي اعرف ليش. لان الكل صار يخاف ياكل رفسه من حمارك. هلا كل مشاكلكم تركتوها ولحقتولي حماري؟ هلا معقوله اذا فتت على شي محل مثلا، اذا فتت لعند الحلاق ديبو تفوت حمارك معه؟ أساساً أنا مالي صحبة مع ديبو مشان روح عنده أنا وحماري. يعني بدك تقلي بحياتك مفايت لعنده؟ لا سيدي ولا مرة. يعني ما بتحلق شعراتها؟ ما بحب حلون، عم بحلق لحالي. ما بتمرض؟ الحمد لله لحد هلأ ما مرضت، وبس أمرض بروح لعنده. ورح تفوت حمارك معه؟ إيه طبعاً بدي روح أنا وحماري. ليش حماري ضايع حقه؟ هلأ شوف بعينك شلون بدي روح لعنده أنا وحماري. لك بدي اسألك شو الأمراض اللي سارية بهالأيام؟ إلو صايبك حكيكة مع دردنينا وما عم نام بالليل. يا خلصنا بقى، طولي بالك لأني أنا ماني عم فهم عليك شيء. آخ شو خلصنا؟ بنات حماية هالحياة قاعدين عم يشتغلوا فيني، والأنكة من هيك أبو فهد ما عم يحرك ساكن. بتضحكي؟ عم بضحك لانه انا كنت متجوزته لابو عبده وبعرف كل شيء. حبيبه قلبي يخرب بيته شو غلظه. ايه والله 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 ماني قعدت لهم بهالبيت ولا ثانيه. بتتخيلي كل ما انزل اغسل الغسيلات بكبوا لي مي وسخه على الغسيل. بس انا ماني عارفه انت ليش بتحملي كل هالشيء. يا الله يا فوزيه شو بدك يعني اتطلق منه ويقولوا عني الناس مطلقه؟ ليش شبه المطلقه يا بعدي؟ ليكني عين الله علي، على القليلة ما في حدا بيستعبدني. ما بهالشي المطلقة ما بهالشي استرينا،
هلا المهم اطلع من راسي ولاقي لي حل تاني فوزية. خلاص لح خليكي تخلصي من بيت حماكي. شلون بدي اخلص منه؟ دقيقة واحدة بس. شو بدها تعمل هالمجنونة؟ والله ما عم بفهم عليها. مسكي هذا المسدس بيسع 10 طلقات. ايه بس انا بنات حماية تنتين. زازو يا زازو. مول زعيم، ابو مستو جاب لي شي جرة مليانة عداس. لا لسا، بتحب روح لعنده وجيبها؟ لا لا تروح، بس لما بجيبها دغري خبرني. تأمر زعيم. زعيم خير. شو بدك زازو؟ بكرة بدي سافر لعند مرتي، لأنه بكون صلي 10 سنين متجوزها، فبدي احتفل بزواجنا أنا وياها. روح احتفل، بس الله يرضى عليك يا زازو. مو تعملي هذا دقدوس وكل 10 سنين تقلي بدي روح احتفل. ايوة. جوا عم شوف الحمامات أرانب. وين الصيف؟ عليه بالشباب. عليه بالشباب، شايفك ماشي هيك وما نومه مستعمرنا بالمرة. لا مو هيك القصة الله يسامحك، بس يعني مشاغل بتعرف، قهوة الوالد ومسمكة الوالد ودكاكين الوالد، يعني ما عاد فضيت حك راسي. ايوه اذا هيك الله يقويك، بس سألك وسأل ربك صطيف. ايه الحمار والله نيالك، ابوك معه مصاري كثير ما حسده لديت عيد. لك ايش بنا صطيف، شو حكى الزلمة عم بيمزح معه؟ ماشي هلا قل لي صطيف، قل لي انت ابوك هيك قلق يعني معه مصاري لحاله هيك ولا شلون؟ لا ابي بلش ما معه ولا متليك بجيبته. عمى ايه انا ابي بلش حياته ما عنده جاب شراويله. والله شغلة بتحط العقل بالكف. بدرية صايرة عم تكذب كمان؟ أكيد فكرها أبو عبدو بيرجع على زمته. أي خبرية حق غالي، كان في جرة ضايعة، محاولة تكون جرة ذهب. أخ لو بلاقيها. بس لازم أول شيء أعرف شوية معلومات. الطرطور أهم واحد يدخلش يساعدني، لأنه فايت فيه هون وبيناتهم، مخلص كتير لحارته. دخيلك ليش مين مخلص بهالأيام هاي؟ قدران اشتري أي واحد بيوصلني لمعلومي، كلهم بيعطوا على بعضهم. بس لا خليني شوي، ما بدي حدا يحس إني بعرف، لحتى إذا لقيتها ما حدا يعرف إني لقيتها. هلا اهم شيء ان شاء الله تكون محرزي وما يضيع وقتي على الفاضي. بس معقوله قصه مثل هي تشغل بال الزعيم وتكون فاضيه؟ يا سيدي مليانه وراح ضل وراها. أمور. سلام عليكم. وعليكم السلام. خد مني أول. تعال لك تعال خد وعطي معي. شو بدا لك زازو؟ شو بدا لك؟ يا شوف مسو، أنا ماني فاضي لك، عندي شغل كتير. وأنا مو فاضي لك، عندي شغل بالدكانة. الزعيم عطاك حق شيء؟ يا عبي شو من الزعيم بدك حقه؟ لك لا أنا من الزعيم ما بدي شيء، بس بلك الزعيم عطاك حقه وأنت شوف الطول. ابن عمي والله انا خايفة عليك، شو اعمل لك ابن عمي؟ هلا ما بدي منك شيء، بس انا لازم اروح لعند الزعيم
وعارف منه شو صار بالقصة. طيب فوت ريح لك شوي هلأ، ترتاح هلأ شوي والمسا بتروح لعنده، وهو كمان بيكون أخذ وقته وبركي بيكون جاب أخبار، وإن شاء الله خير. شو أعمل يا رب؟ وين كنت؟ كنت مالي، رحت على الصيد. يو ما شاء الله، امتى كنا والشمس ترقعنا؟ شو هذا امتى كنا؟ ليكي صدت ارنب، شوفي عيونه شو حلوين، شايفه؟ ليش هيك ريحته كانه ممتازه؟ ايه انا عم صيده كمان، قلت كانه ممتازه هذا. وحده؟ انت شلون صدته هذا وما معك باروده؟ ايه لعلك شو انا يعني رحت على الصيد شفته عم ينط قدامي. قلت معقول اتركه؟ كمشت الشبريه هيك وصرخته بنص عينه اجي. ما شاء الله حولك. دبيش يا زهر. وين دبيش؟ على الحمام بزعل. الله يفوتك، لا يفوتك. زهر ايه لا يفوت على الحمام، وانا بعترف انك غلبتني وعفرت على دقني، بس حبيبي ما في قوي الا في اقوى منه، انت كلك طولك وعرضك ما بيطلع لك مع ابو حده، حيصيرنا بيمسك زهر وبيغلبك. لا تطول. أيوة. لك الا لمزه، كم مره انا غالبه لا حده، كم مره ألا. ونشهد ابو الصيف غلبه لابو حده اكثر من 200 مره. هلا اتركونا من قصه اللعب وخلينا نحكي بقصه ثانيه. ويلكنا، قصدك نحكي بقصه الجره؟ ماي جره شو؟ صحيح ابو عبده طلق مرته؟ والله انا هيك سمعت. لا حبيبي هذا بيتجوز وبيطلق، بيتجوز وبيطلق، وشغله بكره يعني. لك ما عاد لحول نسوان معاينه اساسا، ما ضل مره بالحاره ما تجوزها وبسنه سنتين وطلقها. اخر مره ما ضلت عنده اكثر من شهر يا حرام. والله انا خايف شي مره يكون متجوز وحده وبلد الدخله تبعه يرفع الطرحه عنا الا انا متجوزك قبل هالمره. الله عليك يا ابو الصيف، الله عليك يا الله. حلوك زعيم 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 زعيم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا زعيم اهلا سيدنا، اهلا مولانا. الصيف الصيف يا جماعه، شو وسط الزعيم كسراني حصاته بالحاره؟ اكيد مشان الجره. جره شو؟ ما حكوا لك؟ خلي ابو الصيف يحكي لك لانه انا عندي شغله وراجع. السلام عليكم. هلا يا سيدي. كل يوم في ساعة تدريب. قربت يا شباب، قربت. يلا تفضل زعيم. الله يجزيك صبرك. بتعرف كنت جاي لعندك؟ بعرف انه بالك مشغول، مشان هيك جيت بذات نفسي مشان اطمن عليك وخبرك. عم يقولوا في بالحارة التانية بنات كتير حلوين. بس قليلي بقى، انت ليش شغل بالك قصة الجرة كتير؟ لك ابليس معلق صورته فوق تخته. بتلبي عليها الشافي هي وبتخبرني. واليوم ناوي اخده على الغوطة، وارجع من الغوطة اخده عند الحكواتي مشان يسمع له كم قصة ويتسلى شوي. بلا بتجوز، ليش حتى ما اتجوز؟ يعني في بنت بالدنيا ما بتحب تتجوز؟ بلا بتجوز بإذن الله. شوية صبر بس رح نوصل اللي بدنا اياه. Oh.